يعني برضه بيلعبوا كوره حلوه قوي قوي، لكن لسه عشان الماتش كان قبل ده على طول. وادي فاليريو بنكون فدبتوته طبعا جايب 3 اجوان وهو لسه هداف الدوره لغايه دلوقتي. وبتلعب الكره ناحيه الشمال وحلوه روجير لونج، ويلعب الكره بالعرض عاليه جوه الجول جوه الجول. بالهين يا ولد يا ولد يا ولد، حلوه 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 حلوه، ولعبها روجير لونج جميله، لعبها روجير لونج بعد ما ربط ايده الباك الشمال، لعبها حلو قوي. بالهين يسبق قدام ياخد خطوه وهو ماشي يلعبها باليد جميله على شمال ديمتري خاين عشان يجيب الجول الثاني في الدقيقة 14. حلوة حلوة حلوة، بهلن يجيب جون جون هنشوفها الثاني تطلع منها له حلوة ازاي، وجون لونج ويوقف يحطها في الزاوية البعيدة جميلة. طبعا دي ترفع قوي في اوروبا طبعا عشان المطرة والبرد والثلج والحاجات دي كلها هتفرق كتير قوي قوي مع اللاعبين. رونالد نيلسون ويلعب كرة طويلة حلوة، هوبا جول جول بعلن يا حلوة 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 حلوة، معمولة اوفر رايح طبعا يسلم عليه، هو اللي عمل الجول هو اللي عمل الجول كريس اندرسون عملها جميلة جدا جدا، ويخش بعلن يجيب الجول الثالث في الدقيقة 36. يا هايلة 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 وحلوة حلوة حلوة، خطر جدا زي الصقر قدام الجون ده، زي الصقر جوه الجون، يبقى جايب النهارده جولين وجول قبل كده بقى ثلاثه اهو، وكان سؤال في اللعيبه هايله وهوبا جوه الجول جوه الجول رقم 19. هنشوف مين نسيت، كنت اندرسون، كنت اندرسون اللي هيغير تاني، وهنديك الارسن وبتلعب الكوره ولسه معاه وماشي تور وماشي تور وكده جامده وانطوان بيلو تانية جوه جول جوه جول اتنين اتنين جوه جول جابها حلوه قوي قوي مارتن بالين. الشوطه الاولانيه اتشاطت من بره وطاع ويخش مارتن بالين يشوطها قنبله جوه جول في الدقيقه 29 29 اتنين اتنين. بالين وانطوان بيلو بره جونه برضه وترجع الكوره خدها على صدره وشوطها قنبله جوه الجون عشان تبقى 2-2.